وقال قحش وقام الميت من الناش بين شوب نفرسي أسيا داود إلى مثل انتظار قم وحرك القصار وافرح اليوم بالانتصار وردل بالبوب ابصال موس هذا هو اليوم المشهور الذي تنبت به في المزمور فلنبتهج بفرح وسرور ونسبح معني أنجلوس يهوذا وكل التخوم وبلاد الجليل وكفر ناحوم وشعوب كثيرة اجتمعوا اليوم للتسبيح في الفصح المنصوص لما سمعوا خرج وهم مسرورون وبأيديهم سعف النخل وزيتون وهم يصرخون ويقولون وصلنا رب قول لقائه من كل صوب وهم يصرخون من صميم القلب قائلين مبارك الاتي باسم الرب وصلنا إيسوس في آخر إيسوس أولاد العبرانيين فرشوا تحت أرجل الدواب التي ركب عليها رب الأرباب من صوتير أغصوص فليفتخر النخل مع الزيتون دون سائر الأشجار والغصون فافرحي يا ابنة صهيون وسبحي إيسوس في خريستوس يا شعب إيسوس كيف أنت زهلا خزع في النخل مع الأغصان واخرج سبح مع الردان وجميع الأطفال بني برسينون بان على كحش بمجد عظيم وحاولوا تقود لأنجلوس بتواضعه قد أتانا ركبا على كحش وهدانا فليفتضح كل عدانا مع طقوس في زيابلوس يا للعجب كيف رب العرش تواضع وركب فوق الجحش وأقام الميت
من الناس بين شعوب نفرسيوس يا داود إلى متى الانتظار قم وحرك القصار وافرح اليوم بالانتصار ورتل بالبوق في بصالموس هذا هو اليوم المشهور الذي تنبت به في المزمور فلنبتهج بفرح وسرور ونسبع معني أنجيلوس امدح الرب أورشليم مجد إليك بالتعظيم يا بيت لاوي مع نفتاليم سبحوا فاشويسيسوس لأنه شيد عمود أبوابك وجعل السلام في أبراجك من الحنطة أشبع أولادك وقد حصنك بالناموس قم وبشر صيون بالنعم فقد نالت بملكها وفر الكرام وزال عنها الهم والنقام وأصبح ساكنا بالأمن مانوس يا أورشليم ماذا أصابك قومي زيني أبوابك يا صهيون ادعي أحبابك وسبحي بشويسيسوس وصلاح النيات أرض يهوذا وكل التخوم وبلاد الجليل وكفر نحوم وشعوب كثيرة اجتمعوا اليوم للتسبيح في الفسح المنصوص لما خرجوا وهم مسرورون وبأيديهم سعى في النخل والزيتون وهم يصرخون ويقولون أوصانا الرب القدوس خرجوا للقائه من كل صوب وهم يصرخون من صميم القلب قائلين مبارك الآتي باسم الرب هوشانا إيسوس في خريستوس أولاد العبرانيين فرشوا الثياب تحت أرجل الدواب التي ركب عليها رب الأرباب
فين صوتي رنا أغاثوس؟ فليفتخر النخل مع الزيتون دون سائر الأشجار والغصون. فافرحي يا ابنة سيون وسبحي سستي خريستوس. يا شعب إيسوس كيف أنت ذهلان؟ خذ سعى في النخل مع الأصان واخرج سبح مع الرضعان وجميع الأطفال نيبارثينوس. رتلوا لأباحثا ترتيل مطهرات بالتليل وقولوا هذا هو ملك إسرائيل. أبسطي لترفم بكوزموز لما سمعوا خرجوا مسرورين يتلقونه في جبل الزيتون وحوله الكتاب والفريسيون. نمنين تشويسن يوتين عبو الصلوس كنا جميعا في فخ الشيطان بخطية آدم بالإنسان. فجاء وخلى ذي الإيمان وكسر عنا قوة بذي أبلوس. عباد الأصنام فازوا منه بالقول ونال كل منهم ما أحب وشعب إسرائيل لم يعرف الرب وصاروا مخالفين للناموس. قد أصبح الجاهل في الاعتدال وصار العاقل في ضلال وأنكر قدرة ذي الجلال وتعامى عن الحق المعصوم. وصلنا خنيال Yeah, but I...
لأني قال الدين أنا مخلص العالم هذا أخلص رؤوس الميت جسدنا ملك المسيح والروس الإجلالي جهداء تليه ليس الزقين إذا باتك أنا أوران خزائنك رؤوس لا تواهد الناس قلت له أنا مكتب يا ربنا يا ربنا يا ربي بارك أمين بالحقيقة أنا ومن بلان وأعز الله الآب ضاوز كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نعم ربنا وأعز جزء المسيح من الله العيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إلى حق من إلى حق الأمور معلوم وسهل الآب القوار الذي به كان أخرج هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تقدم روحكم عليهم الأسرات أن نصلوا وأن لا تبلغ كنت أن مقبر وقوم بالأموات من ذلك من الكذب وصلى الله إلى السماء ذكرت عن من أبي أيضا يتم إلى الدين الأحياء والأموات الذي لا يزال ملكه قضاء نعم نوم من بر القدر رب المعين بصق من الآب نسجد له ونعطل على أمول أبن عاصق في الأنبياء وبيكان إذا أعلى مستدقى على أمول أبن عاصق Yeah.
الصوت هو الماير من عين الرقاة باسم اشتين ماي جفز مروت جيب يوت نمبشي لينم بيبن وما Thank you.
تتعجب من هذا، فإنه ستأتي ساعة حينما يسمع فيها كل من في القبور صوته، فيخرج الذين صنعوا الحسنات إلى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة والمجد لله دائما. اللهم اطرف علينا واسمعنا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس. فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا مارمة الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر، بركات على جميعنا. كمثل إنسان مسافر دعا عبيدا وسلمهم أمواله، فأعطى واحدا 5 وزنات وآخر وزنتين وآخر وزنة، كل واحد على قدر طاقته، وسافر للوقت. فمضى الذي أخذ 5 الوزنات وتاجر بها فربح 5 وزنات أخر، وهكذا الذي أخذ 2 وزنات ربح 2 أخريين. وأما الذي أخذ 1 وزنة فمضى وحفر في الأرض ودفن فضة سيده، وبعد زمان كثير جاء سيد أولئك العبيد وحاسبهم. فجاء الذي أخذ 5 الوزنات وقدم 5 وزنات أخر قائلا: يا سيد، 5 وزنات سلمتني، وهذه 5 وزنات أخر ربحتها. فقال له سيده: نعما أيها العبد الصالح والأمين، قد وجدت أمينا في القليل، فسأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. ثم جاء الذي أخذ 2 وزنتين وقال: يا سيدي، 2 وزنتين سلمتني، وهاتان 2 وزنتان أخريان ربحتهما. فقال له سيده: نعما أيها العبد الصالح والأمين، قد وجدت أمينا في القليل، فسأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. ثم جاء أيضا الذي أخذ 2 وزنة وقال: يا سيد، علمت أنك إنسان قاس، تحصد الذي لم تزرعه وتجمع الذي لم تبذره، فخفت ومضيت ودفنت 2 وزنتك في الأرض، وهوذا مالك عندي. فأجاب سيده وقال له: أيها العبد الشرير والكسلان، إن كنت قد علمت إني أحصد من حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر، فكان ينبغي لك أن تسلم فضتي إلى الصيارفة، وكنت متى جئت أستلمها مع ربحها. خذوا منه 1 وزنة وأعطوها لصاحب 10 وزنات، لأن كل من له يعطى ويزداد، ومن ليس له فالذي عنده يخذ منه. وذلك العبد البطال القوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصارر الأسنان. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده ومعه جميع ملائكة الأطهار، فحينئذ يجلس على عرش مجده، وتجتمع أمامه جميع الشعوب، فيفرز بعضهم من بعض كما يفرز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره. حينئذ يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا إلي يا مبارك، يا ميرث الملك المعد لكم منذ إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، وكنت غريبا فأويتموني، وعريانا فكسوتموني، ومريضا فزرتموني، ومحبوسا فأتيتم إلي. حينئذ يجيب الصديقون قائلين:
يا رب متى رأيناك جايعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك. فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، إنكم كلما فعلتم ذلك بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبه فعلتموه. حينئذ يقول للأشرار الذين عن يساره: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، وعطشت فلم تسقوني، وكنت غريبا فلم تهوني، وعريانا فلم تكسوني، ومريضا فلم تزوروني، ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونهم أيضا قائلين: يا رب متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ حينئذ يجيبهم قائلا: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوا بأحد هؤلاء الصغار فبي لم تفعلوا. فيذهب هؤلاء إلى العذاب الدائم، والصديقون إلى الحياة الأبدية. ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه: تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح، وابن الإنسان يسلم ليصلب، والمجد لله دائم. آمين.
ما يمطل انه يبسي شتيرو طلو سفوك امتن شويتي خزي فرستوس يا بوستولوس اكسو غار نموت
Paulus they walk in and joy is on the كما في السماء كذلك على الأرض وفزنا الذي الغد أعطنا اليوم
واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تحملنا بتجربة لكن نجنا من الشرير بالمساءه ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين Bye.
يعطي أخصمس وأن يعطي